على طول عمرها ما زعلت، عمرها ما زعلت، وكانت على طول مفرحاني والله، مفرحاني بنجاحها ومفرحاني بكل حاجة حلوة فيها، وتصلي بتصلي ما كانش على طول، كانت بتصلي وبتقرأ قرآن، عاملة لنفسها ورد كل يوم بتقرأ قرآن. و يعني بصراحة يعني ما شفتش منها أي حاجة إلا كل خير وكل ونعمة 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 الأبناء. ربنا يصبرك. حضرتك عندك أبناء تاني؟ عندي 3 أولاد، نانسي كانت الكبيرة ولا الصغيرة؟ كبير أكبر واحدة. ربنا يصبرك، ربنا الحمد لله يصبرك. الحمد طيب لله نحتسبها عند الله بإذن الله، يعني في الجنة. الحمد لله. طيب أنت قلت إنك هتحس بالوفاة زي ما تقول كده، يعني كانت حاسة في الأيام الأخيرة. قبلها بيومين كده، قبل ما تخش العناية بيومين، كانت دايما تقول لي خليك جنبي يا بابا، انا عاوز احضنك يا بابا، عايزك تنام جنبي يا بابا، اقرا لي قران يا بابا، وعلى طول كده يعني تلاقي انا اقعد جنبي. كانت عايزة حد جنبها دايما في الأيام الأخيرة بتاعتها. امها برضك كانت قاعده جنبها على طول، وكانت يعني ما كانش بتسيبها خالص، هي كانت وكانت متعلقة دايما بوالدتها جدا. وقبلها بيومين قالت لي يا ماما يا ماما، انا حلمت يا ماما ان انا شفت الجنة. بتقول لمامتها أنا حلمت إن أنا شفت الجنة. قبلها بيوم لا يا حول ماما ولا قوة إلا انا بالله. حلمت ان انا شفت الجنة، وانا مش خايفة من الموت يا ماما، انا مش خايفة من الموت، كلنا هنموت، كله هيموت. وقبل ما تروح العناية، وهي راح العناية، قالت لأمها خلاص يا ماما، خلاص خلاص يا ماما، هي حسيتها. قالت خلاص يا ماما، لا حول خلاص ولا يا قوة إلا ماما. بالله العظيم. طيب دفنت النهارده بعد صلاة العصر. طيب احنا انا كنت اتمنى ان احضر طبعا تشييع الجنازة. اتحكى لي طبعا ان الجنازة كانت مهيبة جدا وحضرها عدد كبير جدا مش من اهالي القرية فقط، زمايلها كمان القرى برضك المجاورة كمان. وزمايلها كلك، يعني بصراحة الله يبارك فيهم، طول الفترة اللي هي كانت قاعدة فيها بتاخد العلاج ما سابوهاش لحظة واحدة. زمايلها زمايلها في كلية الطب كلهم حضروا في تشييع الجنازة. في كتير، كتير حضروا، كتير قوي. طبعا يعني لسه سنه صغير واكيد كانوا متعلقين بيها بشكل كبير، فربنا يصبرهم ايضا. طيب دكتور احمد عرفة ايضا، يعني انا كنت شخصيا حضرت الله يعني يرحمه، الله يرحمه، جنازته وعزيت الاسره، الله يرحمه. يبقى ابن عم نانسي. يبقى دكتور احمد كان متوفى من سنتين تقريبا، دكتور احمد كان متوفى داخل غرفه العمليات. ربنا يعني يرحمه ويجعل كل اعمال خيره في الله ميزان يرحمه، حسناته. الله يرحمه. بل ونعم ونعم الدكاترة ونعم هو ونعم يبقى ابن عم دكتور نانسي.